واحد خلاني مثل ما تشوفون قلق حي وعملية كر وصار بين المتظاهرين والقوات الأمنية باقي على كل خهونة والله ما كل حرام ويا على شغل الناصرية احنا من الناصرية أنا ببغداد غير من رمي حي علينا يا نام ببيتك اطلع عملية الكر والقوات استمر بين المتظاهرين والقوات الأمنية مثل ما تشوفون هسه هاي حاليا تقدم القوات الشغب تقدم كبير هسه القوات الشغب